وجودي النهارده وجايزة تانية من كيان محترم في دورته السابعة مهرجان أثبت نجاحه، وأنا فخور بالجايزة دي جدا، والجايزة دي يعني مش بتاعتي لوحدي، بتاعت كل من شاركوا في كل إطلالة ليا من ستايلست لزوجتي اللي هي برضه بتشارك بشكل كبير جدا، فأنا بهدلها الجايزة دي. وبشكر كل المصممين الازياء النهارده اللي امتعونا، سواء الجزائر واليمن والمغرب ومصر وكل الدول واليمن، صح؟ في دول تانية، كل الدول العربيه اللي شاركت في المعركه. يس، فرصه سعيده جدا، وشكرا استاذ احمد عليوه، وشكرا على تقديمك العظيم، شكرا لحضرتك، وشكرا للجميع اللي حضروا.